الغالي الطيب يحفظك. الله يبارك فيكم. الله يديمك يحفظك الله. حياكم الله. وقفه اليوم مشرف. والله بسم الله الرحمن الرحيم، فلينصركم الله فلا غالب لكم، صدق الله العلي العظيم. احنا بالنسبه كمدينه الصدر هي الاول والاخر، هي المجاهده. اليوم نصرتنا للقران. زين، هذا الملحد السويد اساس هو عراقي واصله عراقي. هذا الملحد من حرق القران بالنسبه عقيدتنا، لا هو ولا غيره ولا الاكبر منه ان يسيطر على العقيده. زين، ردكم على الدوله اللي هو بيها، ردكم على السويد شنو؟ والله احنا بالنسبه يعني دوله السويد هي اذا اعطت صلاحيه للميمي وغير الميمي ما عليها عتب نعتب عليها، لان اعطت صلاحيه للميمي والمثليه وغير المثليه. زين، هذا رد للسويد. هسه شنو المطلب؟ المطلب اللي يطلبوه شنو؟ والله احنا مطلبنا اولا نشرة المذهب الاول والاخير، المذهب نشرة الاسلام، وهاي عقيدتنا وما حد لا هو، وهاي كم سنه لا هو ولا غيره ان يغير ذره من عقولنا تجاه المذهب من سابع المستحيل. حياك الله.